بالخبرة إبراهيم وأبعد الكرة الآن خطيرة لمصلحة فريق الجيش الواكد وجول. الواكد يتقدم لمصلحة فريق الجيش، هدف ولا أروع لمصلحة فريق الجيش عن طريق محمد الواكد، مقصية خطيرة جدا كانت داخل منطقة الجزاء. الواكد محمد الواكد هداف فريق الجيش وثاني هدافي الدوري حيث وصل الهدف رقم 17، والآن هجمة لمصلحة فريق الجيش خطيرة يتوغل زيد غرير يسدد الكرة وجول الثاني لمصلحة فريق الجيش، الثاني للزعيم الجيشاوي هنا في ملعب الفيحاء. الواكد يلعب الكرة باتجاه قصي حبيب، خطيرة التسديدة وجول الثالث لمصلحة فريق الجيش، الثالث للزعيم الجيشاوي في مرمى فريق الحرجلة عن طريق اللاعب قصي حبيب. التسديدة كانت من قصي حبيب، إذن تسكن شباك إبراهيم عالملي تعلن الهدف الثالث.